الحمد لله احنا يعني احنا كجهاز فني كإدارة سابقة اللي هو باقي الحديدي وشيحة وباقي اللجنة اللاعبين جمهورنا بذل جهد كبير جدا، الأجهزة الفنية الإدارية بذل جهد كبير جدا جدا منذ أن توليت حتى هذه اللحظة. كنا بنمر بظروف صعبة جدا وقاسية، التجربة دي قاسية وأقوى من التجربة السابقة، وفي حاجات تفاصيل كبيرة ما اقدرش اقولها في الاعلام لان ده بيتي ما ينفعش اطلعها، انما الامور كانت قاسية علينا كلنا، انما الحمد لله بفضل الله بذلنا جهد كبير، اشتغلنا على هدف معين. ويمكن انا في اتفاقي مع مجلس اللجنة ان احنا هنقعد قبل الماتش الاخير، والماتش الاخير هنلعبه باريحية، وده الحمد لله احنا كان فيه هدف ومشينا نحو الهدف، وده الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى عليا. بنلاقي فرقة كبيرة، اسم كبير، فلما نحقق النتيجة دي يعني في غياب لا اللعيبه الكبار زي عبد الرحمن مجدي وزي الشامي وزي فوزي وزي مدبولي وزي احمد عادل عبد المنعم، يعني في تاني ولا ايه محمد، يعني انا عايز اقول كل ده هروب، دي حاجات كتيره قوي حدثت، انما الاولاد الصغيرين او اللي ما كانش بيشارك كنا بناهله وبنقول له التجربه جايه لك هتجي لك وفرصه هتبقى كويسه، وابرزوا عن شخصياتهم النهارده سواء الصغيرين او اللي ما كانش بيشارك بصفه مستمره. الحمد لله ادينا دور كويس في المركز ال 11، احنا كنا في الاخر، ادينا دور في المركز الخامس كتجميع نقاط. الحمد لله انا بحمد ربنا سبحانه وتعالى، انما اتمنى ان شاء الله باذن الله ان يكون فيه دعوه لرموز النادي للقائمين على اداره النادي في الفتره السابقه، ان شاء الله باذن الله يبقى فيه تخطيط كويس، فيه تنظيم كويس، نعمل فريق للنادي الاسماعيلي يستطيع الا نرجع للوراء مره اخرى.